تقع برج الملوك بقضاء مرج عيون بمحافظة النبطية وبتبعد 100 كيلومتر عن بيروت، وتقع على هضبة تشرف على جبل الشيخ وسهل مرج عيون شرقا ونهر الليطاني وقلعة شقيف أو قلعة أرنون غربا، وعلى الحدود اللبنانية الفلسطينية ومنطقة جزين وجبل الريحان. ويمكن الوصول لبرج الملوك شمالا من بيروت صيدا النبطية كفر تبنيت برج الملوك، وجنوبا من الناقورة رميش بنت جبيل تل النحاس وبرج الملوك، وشرقا من شتورة المصنع رشية الوادي حصبية جديدة مرج عيون وبرج الملوك. تعتبر برج الملوك من أقدم البلدات بقضاء مرج عيون، إذ كانت نظراً لموقعها محطة للقوافل يلي تعبر الشرق، وشهدت الكثير من الحروب يلي دمرتها مراراً، خصوصاً بالحربين العالمية الأولى والثانية وبالحروب والاجتياحات الإسرائيلية. ولكن إعمار وتطور هذه البلدة دفع بالأهالي بالعام 64 إلى طلب تغيير اسم البلدة لتصبح برج الملوك، نظراً لوجود أثار عديدة وبرج لأحد الملوك فيها.